بماذا ترى لنفسك فضلا على غيرك من الناس؟ تعال، بطاعة. انتبه أيها المريد، لا تنظر إلى مذنب أو إلى عاصي بعين انتقاص، هذا مزلق خطير، هذه نظرة محرمة تؤثر على القلب، يظلم بسببها القلب، تدمي القلب ظلمة. نظر عابد بني إسرائيل، رجل عبد الله ما عصاه قط سنوات طويلة، 500 سنة ما عصى الله قط، نظر عابد بني إسرائيل إلى فاسق بني إسرائيل لم يطع الله قط، هذا جاء من جهة والآخر جاء من جهة، فلما نظر كل منهما إلى الآخر أعرض كل واحد منهما عن الآخر، لكن على أي أساس؟ العابد أعرض استكبارا على العاصي، لا يغفر الله لفلان أبدا، رأى نفسه أفضل منه بمال عبادتك، العبادة إن صحت تزيدك تواضعا وانكسارا، هذا تكبر بعبادته، والعاصي أعرض الفاجر، لكن على أي نية؟ حياء من الله عز وجل. لما أعرض عن العابد قال أستغفر الله، من أنا حتى أقابل هذا الرجل الصالح العابد، أنا الفاسق. كان هذا العابد من عباد بني إسرائيل، من الكرامات التي نالها من حسن عبادته أن السحابة كانت تظله إذا مشى، إذا جاء في النهار في الشمس تأتي سحابة على رأسه تظله، فلما التقى مع الفاسق فأعرض تكبرا على الفارق الفاسق، الكلام هنا عن النظر، نظر إليه نظرة استكبار، وأعرض الفاسق حياء، عندما افترق تركت السحابة العابد وتبعت الفاسق تظله بعد ذلك. ما السبب؟ أنه نظر نظرة احتقار، فلا يجوز لك أن تحتقر أحدا، احتقر المعصية لكن لا تحتقر العاصي، احتقر الكفر لا تحتقر الكافر، لأن الذات التي تحتقر في الكفر هي الذات الكافرة. من هي الذات الكافرة؟ التي تموت على الكفر، لكن ما دام لا يزال على قيد الحياة هذا لا يحتقر، لأنك لا تدري على أي حالة سيموت. إذا لا يجوز لك أن تحتقر أحد من المخلوقين. لدينا 3 أنواع من النظر، من الليلة نغلقها عن القلب حتى لا يظلم هذا القلب: النظر إلى الغريزي القائم على الشهوة إلى العورات، النظر إلى الدنيا بعين التعظيم، النظر إلى خلق الله بعين الاحتقار. هذه 3 نوينا أن نتخلص منها، نستعيض عنها بنظر يصب إلى القلب بالتنوير. هذا النظر الذي يصب إلى القلب بالتنوير النظر إلى ما أباح الله لنا النظر إليه بعين التفكر، والنظر إلى الوالدين إلى العلماء إلى إخواننا في الله بعين المحبة، والنظر إلى العاصي بعين الشفقة، والنظر إلى الطائع بعين الإجلال. هذه أنواع من النظر، النظر إلى صفحة المصحف، هذه أنواع من النظر يستنير القلب بها. هذا منفذ من المنافذ 3 الحسية في حديثنا عن القلب في هذا المجلس، ينبغي أن نتنبه إليه. إذن نراجع سريعا في نهاية مجلسنا. في مجلسنا تكلمنا عن أن ثمرة التوبة تحصل في القلب بانتهاضة إلى الطريق، هذه الانتهاضة تجعلنا ننشغل بالقلب، القلب مهم لأنه محل نظر الرب، ومن أهمية القلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في القسم يقول لا ومقلب القلوب، إذا لتقليب القلوب خطورة وأهمية ينبغي أن يعتني بها السالك إلى الله، اهتم بها في سيرك إلى الله. واتفقنا أن القلب يحتاج إلى ضبط المنافذ حتى نكف المشوشات والظلمانيات عن قلوبنا، ثم نقبل على القلوب لنطهرها بإذن الله عز وجل. واتفقنا أن المنافذ نوعين: منافذ حسية ومنافذ معنوية. بدأنا في المنافذ الحسية، أول منفذ هو العين، اتفقنا أن نضبط النظر، غض البصر، ستخرج إلى الشارع بعد سماعك هذا المجلس سترى متبرجة، أو ستقلب القناة إذا كنت تشاهد الآن هذا المجلس سترى منظرا أنت تعلم أنه لا يرضي الله أن تنظر إليه. من الآن يا أيها المريد لك ضابط من المراقبة لله، حافظ على عينك، عينك غالية. أختم الكلام بكلمة: عينك غالية. تعرف لماذا هي غالية؟ لأن الله خلقها لتنظر إلى وجهه الكريم. يا من أوجد الله فيه عضوا خلق للنظر إلى وجهه الكريم، صن هذا العضو، فإن وجه الله كريم، أكرم من أن يباح لعين رضي صاحبها لها أن تتقذر أو أن تقذر قلب صاحبها. لكن غسلها الليلة بدمعة من خشية الله، واعزم على أن تحفظ هذا المنفذ كي يتنور هذا القلب لتقبل عليه وهو راض عنك. اللهم إنا نسألك يا مقلب القلوب والأبصار أن تثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ألهمنا ما أنت له أهل،
من الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا عن كل ما لا يليق والأدب معك. اللهم احفظ أبصارنا عن النظر إلى ما لا يرضيك. اللهم احفظ أبصارنا عن النظر إلى ما لا يرضيك، احفظها عن النظر إلى الحرام، احفظها عن النظر إلى الدنيا بعين التعظيم، احفظها عن النظر إلى أحد من الخلق بعين الاستعلاء أو عين الاحتقار. اللهم اجعل نظرنا في الدنيا في طاعتك حتى نكرم بالنظر إلى وجهك الكريم، حتى نكرم برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نكرم بأن ننظر إلى أهل الصدق والمحبوبية لديك إخوانا على سرر متقابلين. اللهم احفظ قلوبنا بما حفظت به قلوب الصديقين، واجعلنا من السالكين على مسلكهم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.